Satrat! Fight! Thank you.
يا اخوي احمد هذا مجنون، وشلون نقدر نحاش من ذا السجن وسط هالحراسات المشدده ذي كلها؟ يقول انه مرتب الموضوع وراش الحراس. هذا مجرم ويشتغل مع عصابه. ايه بس عربي وخايف علينا. هذه مخاطره وخايف ننذبح فيها. هذا هو الحل الوحيد، العصابه ما راح تخلينا نروح المحكمه، واذا هي موته موته نموت وحنا نحاول، اشرف لنا. لا 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 لا، انا ما عندي استعداد اتورط مره ثانيه، ولا عندي استعداد اموت بطلقه رصاصه. اقول نم.